الحقيقة قبل بس ما أبدأ جدول ترتيب الدوري العام المصري، عايز أقول لحضراتكم النهاردة طبعا في مباراة هامة جدا لنادي الزمالك في الدور قبل النهائي للبطولة الكونفدرالية. نادي الزمالك فاز في مباراة الذهاب بهدف مقابل شيء هنا في القاهرة. كل الأمنيات الطيبة لنادي الزمالك اليوم إن هو يقدر يكسب ويقدر يصعد لنهائي البطولة الكونفدرالية. كل التوفيق لنادي الزمالك في مباراته اليوم أمام نادي النجم الساحلي، مباراة العودة. كلنا الحقيقة إن شاء الله تبقى مباراة يستطيع فيها نادي الزمالك أن يفوز على نادي النجم الساحلي ويصعد إلى المباراة النهائية.